إذن مشاهدي القاهرة الإخبارية الكرام، لازلنا نتابع مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا داخل أسوار كنيسة ويست مينستر أبي، وخارج أسوار الكنيسة كان يحدثنا مراسلنا علاء عبود مراسل القاهرة الإخبارية ربما بتفصيل أكثر حول الطقوس التي تجري الآن، وأيضا حول ما يدور في الشارع اللندني سواء من حشود ذهبت لمتابعة هذا الحفل وأيضا بعض التظاهرات التي خرجت اعتراضا على الملكية وتظاهرات أخرى لبعض الحشود أو ربما الفئات التي تطالب بربما إصلاحات مالية واقتصادية. أعود إليك علاء، ربما أي باب يفتح للحديث عن الأموال والأوضاع الاقتصادية يقلل من تعاطف البريطانيين مع الملكية في بريطانيا ومع عائلة وينسر، لكن ماذا عن التحديات التي تواجه تشارلز كملك لبريطانيا في هذه ربما الظروف المحيطة به والتي تبدو عصيبة؟ بشكل عام نتحدث أولا عن الشبح الذي يخيم على المكان، شبح الأميرة ديانا الراحلة التي خانها الملك تشارلز الثالث وتزوج قبل 18 عاما من الملكة القرينة بالأمس وفق توصيف الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والتي حولها الملك بعد ملك تشارلز الثالث بعد أن أخذ الحكم حولها إلى ملكة تقديرا واحتراما لها. في كل مناسبة ملكية، زواج الأمير ويليام، زواج الأمير هاري، أي مناسبة تخص العائلة المالكة يحضر الشبح الرئيس، شبح الأميرة ديانا. هو أولا يمثل أول تحد ربما يقلل ويقضم من فرحة الملك تشارلز وفرحة المحبين. يدور الحديث، لا تنفك وسائل الإعلام في الحديث عن الأميرة ديانا الراحلة. قبل بضعة أيام عرضت مقاطع في وسائل الإعلام، صحفي لافت للانتباه سألها سؤال في ذلك الوقت قبل أن تقضي نحبها في الحادث المعروف، سألها هل تتوقعين في يوم من الأيام أن تكونين ملكة؟ أجابت لا، ويبدو أنها كانت تتنبأ بمصيرها وما سيحدث في المستقبل. هذه الصورة حاضرة. أيضا التحدي الآخر الذي سيظهر هو الخلافات التي ضربت العائلة المالكة بسبب التصرفات غير المقبولة مثلا للأمير أندرو، والذي كان مدعوا هذا اليوم، هو كان مدعو لكنه لن يتمتع بدور بارز. كذلك الأمير هاري الذي حضر بمفرده وترك زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية. كل حدث يخص العائلة المالكة يثير العاصفة من الأسئلة وغبار من الانتقادات على العائلة المالكة. مثلا الملك تشارلز الثالث يحاول أن ينقل الملكية في تصريحات إلى ما هو جديد. كذلك أبنى ولي العهد هذه الرؤية بأنه يريد أن ينقل الملكية إلى عهد جديد، ولكن السؤال كيف يمكن أن يتخلص مثلا تتخلص العائلة المالكة المملكة المتحدة من الإرث الاستعماري. هذه الإشكالية. حينما كان الملك تشارلز الثالث أميرا كان وليا للعهد، خاطب قبل نحو عام أو أكثر بعض الدول الكاريبي، وقال يجب أن نرتقي بعلاقاتنا إلى مستوى أفضل وأن ننسى هذا التاريخ الاستعماري، ولكن جوبها بانتقادات. مسيرة التصحيح يجب أولا أن تبدأ بالاعتراف بالأخطاء ومن ثم الاعتذار لنبدأ مسارا تصالحيا. نعم. أيضا كيف يمكن أن تتكيف المملكة المتحدة مع جيل يرفضها؟ نعم، ربما أنت أشرت لعدد من النقاط الهامة فيما يتعلق بإرث العبودية والرق الذي ورثه ربما الملك تشارلز الثالث من أجداده. هذه نقطة جديرة بالمناقشة، لكن قبلها أريد أن أذهب لهذا الشبح الذي وصفته أنت بشبح الأميرة ديانا التي توفيت عام 97 على ما أذكر. كيف ينظر البريطانيون الآن لكاميلا التي كانت ربما سببا في الكثير من الحزن والحسرة للأميرة المحبوبة ديانا؟ كيف ينظرون لكاميلا كملكة؟ هناك حالة انقسام واضحة بينما هو عام ينظرون عوام البريطانيين، هم ينظرون بعين الحب إلى الراحلة المحبوبة الأميرة ديانا، وربما حينما يتجول أحدنا في لندن ترين صورها في كثير من المقاهي التاريخية أو الحانات أو الأماكن، حتى في البيوت توجد لها صور وتوجد لها رمزية وينظر إليها على أنها ليست جزءا من العائلة المالكة، على أنها تراجيديا، على أنها مأساة، حتى بالنسبة لغير المحبين والمحبين
المتابعين للعائلة الملكية هم ينظرون من باب عاطفي إلى هذه القصة، إلى الأمير الذي تزوج سيدة من عمة الشعب ومن ثم صارت أقرب إلى قلبه ومن ثم خانها. من عام 2005 من وقت ظهور كاميلا كزوجة رسمية على الحالية كاميلا، المقربون من كاميلا يقولون إنها سيدة محبة للجميع، محبة للخير، هي متعاونة، هي شخصية طيبة، لكن هذه النظرة التي تقتصر على الخواص تصطدم بجدار كبير ربما من حالة البغضاء عند عامة البريطانيين إلى كاميلا إلى الملكة، وربما لن تستطيع مهما قدمت من جهد أن تكسر هذه الصورة.